شحال السالير ديالها في المسلسل دار النساء هي مرسمه في المسلسل؟ اسمع 96 مليون. اذا شكرا دابا غتخيط كاع الدرائب. مزيره اليوم ياك الكاميرا عندي صاحبي جمال الله يسهل عليك. نجاوب الناس في الواتساب ياك؟ انا نجاوبهم بلاصتك. واش غادير؟ انا حاضرين الفرقه كتعجبني حميد في حاتم واحد الشفار وداك الشفار داير يدوب في جيبه واقف دايره ويقول له القاضي حيد يديك من جيبك. جا داك الشفار قال له ودرناها في جيوب الناس قلتي ولا زولوها درناها في جيبنا فين غنديروها في يدينا؟ والله الا واقع يا كما القاضي تيضحك والمحامي كيسحب لهم راسهم شي حاجه ايه انتوما فعلا شي حاجه ولكن حتى شي حاجه غير ديال التصرفق فين بينا خير يا تدي باباك لدار العجزه صينو صاي 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 على بالي صاي صاي اجري عليا مريض هذا انا بلدر العجزي على قبل مخية صرف قمة بابا يعيط شو ما قاع جيجي واحد تقول لك جري على بابا بابا كون خليت واحد لعبة على روح تديها هيا صحة صحة هيا الراحة كمل انطريني انت وحدك حناني رايح بالرايح هاني رايح من بان قلك بالرايح سمعنا انطريني بالصلاة والنما صحة شخلي اخترح يلا هكا وليد بالوالدين احسانا الخوت والدين هما كلشي يا انيس واش بيك يا امانه ما نقدرش نطيش خير يا تدي باباك لدار العجزه صينو صاي صاي انت شحال عندك من عام؟ انا عندي 34 عام. نعم عندي 34 عام. واخا غير دوي بالعربية دوي معايا بالعربية. انا كتهضرش فرونسي ماشي مشكل. شوف خويا كنا كنتعلمو كلم لي عبدك شي واحد كيضرب فرونسي ياك؟ لا لا ما كاينش واحد كيضرب فرونسي من غيري غير دوي معايا انا دوي معايا بالعربية كلشي انا في هذه غير قولها لي بالعربية باش نفهمها وتعلمها ها انت 34 هي 38 سنة هي 38 سنة بون دابا حنا في الكاستينغ طالبين ما بين 20 و 30 انت هي دابا عندك 38 اذا لكن واحد المشكل ما قلتوش ليه وي قولي ليا دابا انا في الحل المدنيه زادوا نقصوا ليا 5 سنين زادوا نقصوا ليا 5 سنين كيفاش واش دابا واش زادوا ولا نقصوا كيفاش زادوا نقصوا ليا 5 سنين والله ما عرفت دابا شوف انا نشرح لك الوضعيه دابا انا هذا العمر دابا اللي عندي انايا فايتاه انايا ب 5 سنين عندك شي اللي كاتبين ليا زايد 5 سنين زادوا ولا نقصوا احلى متابعين مول الموتور الاحمر من الدوار ديالي هذا هو الدوار ديالي يا خوتي ديديكاس ليكم ديديكاس ليكم ازرع طاب اخوتي الله يكمل على الحباب كيشي قرعاك مي قاعد يا ميلودا تحيه لاحلى متابعين ديديكاس ليكم اخوتي مع مول الموتور الاحمر رمبم ونوت تخدم راه كاينه تصيفه تم الله تعالى راه كاينه تصيفه تم ودمي انا الله مبارك انت اخويا هو هو قاعد يا ميلودا قاعدي تحياتي لكم الخوت والله انا طلبت الانتقال في العمل ديالو هو اللي طلب الانتقال في واحد المنطقه نائيه نشوف غير في العروبيه علاش قال لي حيت عندي ميول جنسي للذكور وذكر قال لي وانا اعلم ان هذا معصي وانا اعلم بلي هذه المساله هذه انا احاربها لكن قال لي باقي ما لقيتش شي واحد اللي متخصص اللي يقدر نواكب انا وياه قال لي افر كما يفر احدكم من النساء او تفر احداكن من مخالطه الرجال خوفا على نفسها هو يفر من مخالطه الذكور. السلام يا رب. قال لي سببي ملي كانت عندي 5 سنوات 6 سنوات قال لي والدي كان مدمنا على الافلام الاباحيه وكنت يخدم الافلام الاباحيه ولا يبالي انني جالس حداه. والمجتمع كيعاود يردها ليه حتى هو ومزوي لك حل لان المجتمع ما فهمش اصلا شنو هو الادمان. وبالنسبه لي هذاك السيد كانه يقوم بتلك الامور بمحض ارادته. لا السيد راه فات المرحله ديال الاراده راه ولا السيد مدفوع عمره مدنانه راه ما مقطوعه ما مرمتنا فهمتي صحاب رمضان هذوك صحاب تيك توك صحاب كبيزو هذو ياك الدراري كبيزو واليوم ان شاء الله غندير معكم بسطيله ريجيم ديال ولاد الشعب كلشي اليوم غيقصي معايا بسطيله غتشوفوا اللي تعرفوا تضربوا بسطيله ها حنا ما عليناش الله
عيقتو عيقتو، ها بسطيله ديال الفطور، ها بسطيله ديال افطر الفطور، اطلعتو لينا في راسنا نتوما وطوابلكم. جمعوا قلوعكم 10 ايام الاخره هذه، سيروا للجامع وما تصوروا علينا ما نتصوروا عليكم. غتاخذي جوج بصلات، 5 دراهم ديال الورقه الشعريه الصينيه، 5 دراهم لوز و 5 دراهم كاوكاو، و 10 دراهم ديال ستر الدجاج، وتبعي المقاضي. هانت شي اختي كتجمعي، كندخلهم للفران فهمتي، ما كاين لا 180 درجه لا 900 درجه، الفران ديال الغاز عينك ميزان بسطيل ولا ماشي بسطيله ياك هي واخا سيري موفق اخويا عبد الحكيم. امين يا ربي، نهار مبروك اخويا. شحال ترشمت في هذا القاطع السوبر تبارك الله؟ 11 سوبر. شحال جبتي من حولي؟ 28 خروف. 28 11 سوبر ياك، اما الباقي كلشي برومي يعني. تبارك الله، الدرجه الاولى النمره واحد نجمه الواحد تبارك الله، الله ييسر. امين. احنا اليوم الان كنتواجدوا في جماعه ولاد الشرقي، تجمع الحدره ولاد الشرقي قديم قلعه السراغنه. التاريخ ديال اليوم الخوس، اليوم الاربعاء 28 جوج 2024، وفرجه ممتعه. خليكم معنا، ما تنساوناش بالدعم ديالكم، بارطاج الخوس، الله يجزيكم خير. خويا عبد الحكيم مسيره موفقه اخويا. دابا الان غيبدا البيع ان شاء الله ياك. الله يسر الجميع، الله يكون مع الجميع. اللهم تبارك الله، زينه زينه. شنو هو داكشي يا ابراهيم؟ والحريره، ومنين جاتك؟ وجبتها معايا من المغرب هاك دوق. اراه سير السي ابراهيم، عطيه الحريره. شنو هو داكشي الدراري؟ والحريره جابها مع ابراهيم من المغرب. المهم هاد النويضه ديال السي ابراهيم راه ديالي الدراري، هاد النويضه ديال السي ابراهيم انا اللي طلقتها منها قادر ديرها بوم. سير على الله السي ابراهيم. وعندك انشيلوتي ساق الاخبار كتشرفوا الحريره اللي الماتش، الا ما قلتيهاش لي انت راه ما عندهم لي نعرف. وبروج ولا ناضيه، واش داكشي تما؟ هذيك الحريره جبتها معايا، كتشربوا في الحريره ليت الماتش، واسي انشيلوتي راه كلها فيتامينات وكتعطي الطاقه داكشي بيو، ايوا مني هي كتعطي الطاقه نوضو تجري، يلا، علاه ما قلتلكش؟ شنو ما قلتيش؟ الحريره والجري راه ما كيتلاقاوش، يا الحريره يا الجري، اييه، راه انت ديك الزلافه هاك، يلا نوضو تجري، حرك، اييه، عرضوا علينا بعدا، حشومه كاع، اجري تحرك. كاتاليزور والفاط، هاد جوج لي سيستيم دايرين بحال شكل القزبر والمعدنوس، لدرجة أن بزاف ديال الحرفيين ما كيفرقوش بيناتهم. بجوج هما لي سيستيم داروا الغرض واحد، واللي هو الحفاظ على البيئة. الكاتاليزور الدور ديالو ما يخليش الأبخرة السامة تخرج للهواء، وكيكونوا فيه معادن غالية بحال البلاتين، وهو كيكون قاصح من الداخل وفيه بحال قويتات صغيورين. التفاعل ديال الأبخرة اللي خارجين من الموتور مع المعادن اللي كاينين في الكاتاليزور كيخرج لنا غازات أقل تلوثا للبيئة، وهو اللي ديما معدين عليه وتقبينه وكيسبريميوه السيستم حيتاش غالي باش ترومبلاسيه. اما بالنسبه للفابو اللي هو اختصار الفلتر ا بارتيكول، فالدور ديالو يجمع دوك الجسيمات الصلبه اللي كتنتج عن الاحتراق داخل المحرك، يعني بحال الغبره، وهو من الداخل ديالو تقدر تعتبره واحد البونجا اللي كتجمع هاد الجسيمات هادي. بجوج بهم هاد لي سيستم مهددين باش يتخنقوا بسبب رداءة الزيت اللي كدير في المحرك ديالك اولا رداءة الوقود. وهنا عندك جوج حلول، اما غادي تنيطويه بطريقه احترافيه اولا غتقبو تسبريميه. شنو الفرق بين الكاتاليزور والفاب؟ المغرب كياخذوا اضرابات لمده شهور، كي عنده واحد الملف الطلبي اللي هو مشروع ومبني على اسس، بخصوص اولا التكوين ديالهم والجوده ديالو، ولكن مع كل الاسف كنشوفوا بانه الوزاره ديال التعليم العالي والتعامل ديالها مع هذا الملف هذا، وسبق لها بانها كانت اعلنت بانه السنوات ديال التكوين ديال الاطباء في المغرب غادي تمر من 7 سنين إلى 6 سنوات. ما يمكنش تمشي لواحد الاستنتاج بحال هذا بلا ما يكون مبني على دراسة ودراسات مقارنة، ويكون مبني على حق، لأنه المقاربة ديال السيد الوزير مع كل أسف هي مقاربة ديال الكلفة المادية، في الوقت اللي الأطباء كيطالبوا بأن ديك السنة السابعة اللي هي السنة ديال لي ستاج وهذا خاص التجويد ديالها، لأنه ديك السنة بعد ما كاين كمان اسمعنا من الوالدين الخوت. كانت عندي 19 عام اللي كنت كنعرف واحد الولد غير فيسبوك، ما اللي بغينا نتلاقاو انا وياه بزز عليا باش نتلاقاو عنده في الدار، بقى معايا حتى قنعني، ما عرفتش كيفاش دار ليها. ملي مشيت معاه
ويا ريتني ما مشيت. تزوجت نتكرفس عليا واغتصبني، طارت بيا الدنيا وظلمت في عينيا، معرفت ما ندير. قلت غادي ندير بحال اللي كيديروا الناس كامل وغنمشي لديك لاريبي، ولي مشيت خلاوني واقف وقالوا لي غادي تنوضي تجمع الوقفه وتمشي بحالك، ولا ما مشيتيش غادي نديوك للحبس. علاش؟ حيتاش مارستي على الخفية الشرعية. الا ما خديتوش ليا نتي واحد، شكون اللي غادي ياخذوا ليا؟ شكون هادي؟ شيفور كيبقى شيفور. من الاخر شيفور على الاقل راجلي كيدير كلشي لراسو بعرق كتافي، ماشي بحالك انت ما كدير حتى شي حاجه بلا خوك. وشيفور وقلبو بيض حسن من مدير وقلبو كحل معلمه، وهادو اللي كتشوف فيهم وغتاكلهم بعينيك هما اللي وقفوا مع خوك في الوقت اللي كان كيتوجع في المرض، قاتلنا معاه في الكبيره والصغيره، في الوقت اللي انت كاع ما كنتي جايب لي الخبار، قدينا لي فراش وطيبنا لي ماكلته وغسلنا لي حوايجو وزيد وزيد وزيد، عمر شي واحد فينا ما تشكى ولا بكى. جوج الحوايج غنقولهم لك وعقل عليهم مزيان. اولا حنا ما خطفنا حد وما بززنا على حد يخلي لنا شي حاجه، كلشي طاح فوق راسنا على غفله. ثانيا من اليوم سميتو السي احمد سي الرئيس، سمعتو؟ هضرتو قدامو ولا ورا ظهرو سميتو سي الرئيس، طلع بالانتخابات مفاهم شي فوركي ليك راه ولات شو انا فاس فيه اخو صراحه. والله انا ولي كتجي على المرا على الجدي كتولي شكلك خطر بزاف صراحه، وملي كتهضر ما كيرجع فيك ماشي كيهرب منك ولا صراحه. خاصو شي حل لهادشي، وكنتمنوا من المجلس البلدي يدير شي حل لهاد الكلاب. راه كثروا هاد الكلاب هادو الخوت، وكاينين بعض الكور قوريات تيديروا جمعيه ديال هاد الكلاب هادو، كيستغلوا الكلاب كيربحوا على دارهم فلوس، يلا كيدير لهم شويه بيطادين وشويه فاصما واللعيبات هما رابحين على دارهم فلوس. نتمنى ديروا شي حمله على هادو اللي دايرين هاد الجمعيات، ومشيو تراقبوا حيدوا لينا الكلاب. راه كثروا الكلاب من الشوارع، راه كثروا، راه بنادم كيعطوا كلب شحال من واحد، عطوا كلب راجل كبير مره صغيره دريه صغيره. المهم نتمنى تسمعونا من هاد المنبر هذا وتقوموا بالواجب ديالكم وتحيدوا لنا دوك الكلاب الزنقه. دابا صراحه ولات كتشكل خطوره على الناس المراه على رجليها ولا على الدراري الاطفال، والناس المدرسه الصباح راه مطابيط الحال يكون درب وحده راه ما كاينش اللي غيطاكي عليه، اللي جا غيتبعوا راه غيعضوا ولا شي حاجه، يولي مشكل كبير صراحه. من الاخر خد حيد عينا دوك الكلاب ديالكم. ايه بدي من السبكاتات انا دابا جاري معايا في التربه الحظ يا اخويا الحظ يا ماما يشوفوا معايا الاخر الله يشوفوا معايا الاخر هنا لا بدي بدي لازم جاري معايا في التربه والله يشوفوا الطيطون الحبس برا الشر الله يهديك مال هذا راجل غناخذ من عندك شي حاجه لبس عافاك اليوم حوايجي ما بقيتش حامله نشوف فيهم صافي طلعوا ليا براسي خودي اللي بغيتي اش بالك فيه الشعب الوحيد اللي كيبقى يتسلف الحوايج عند بعضياتهم هما المغاربه هادي مزيانه اصلا انت الغوص كيجي معاك كيفتح لك وجهك وشنو بالك فيه هادي حتى هادي زوينه الوانها ديال هاد الجونيت وهادي بانت لي غتجي معسله طحن منك الشعر فيه اش بالك ورا باقي بتيكي ترى عمري لبس صافي حتى غندشنها ليك صافي ماشي مشكل اللي بغيتي هادي انت انا خدك شي حاجه اليوم نلبسها عندي رونديفو مهم واخا اشوف اش تعزلي اش بالك فهاد القميجه ناخذها عرفتي هادي ما كنلبسهاش بزاف عزيزه عليا شريتها باول فرصه ليا في الخدمه ماشي مشكل ماشي مشكل وهادي اش بالك فيها سبحان الله عرفتي هادي بالضبط عندها واحد المعزه سبيسيال في قلبي كان شرا ليا بابا في ايامات كورونا ما بقيتيش عاقله عرفتي مع كنلبسها سبحان الله كتفكرني بديك الاجواء ديال كورونا وعداك وبلاك فهمتي خليها هي وعزلي اي حاجه انت راك عارفه راسك اختي وما كاينش معز منك زعما ماشي فهمت فهمت وهادي اش بالك فيها هي عندك راجل غناخذ من عندك بغيت هادي اسكت مرحبا مرحبا شحال بالخاطر معلم كاين شي حاجه لهاد البعلوك هذا هي كاينين وغير جبد لنا بياساج ويكون خير مزيان هادي لا 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 وهادي سكوتش لا لا ما خدامش شي حاجه اخرى وهادي لا ادوينا معك وهادي ها دابا دويتي وشوف لي دابا شي صبر ديالها شحال كيلبس برجليه شحال كتلبس 35 سكوتش راه 45 الله يكبر فيها